بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 41، باب 41 في النهي عن مجالسة أهل الأهواء، والمراد بأهل الأهواء أهل البدع، قالوا لهم أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وآرائهم ويخالفون النصوص، ولهذا سموا أهل الأهواء. بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم أهل السنة، أهل السنة وأهل السنن أهل السنة والجماعة. أما البدع أهل أهواء يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع أهواءه بغير هدى من الله. قال محمد، هو المؤلف رحمه الله، محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، يقول: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعن عليهم. يعني أهل السنة والجماعة لا يزالون يعيبون أهل البدع ويحذرون من بدعهم وينكرون عليهم بدعهم وينهون الناس عن مجالستهم لئلا يضروهم ويفتنهم عن دينهم، ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلاقهم وأن صفاتهم وأخلاقهم تخالف شرع الله، ولا يرون ذلك غيبة لهم حتى ولو كان ذلك في غيبتهم ولا طعن عليهم. لماذا؟ لأن فيه مصلحة، وهو التحذير من بدعتهم أحيانا كانوا أو أمواتا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يستثنى من هذا إذا كان مبتدع، إذا كان الميت مبتدع فإن الناس يحذرون من بدعته ولو كان في ذلك عيبا له، لأن فيه مصلحة للأحياء. أما إذا لم يكن مبتدع فلا يسب الميت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما إذا كان مبتدع فيحذر الناس من بدعته، وليس هذا غيبة المستدعى، بل هذا نصيحة سواء كان حيا أو ميتا. ولم يزل أهل العلم يحذرون من بدع أهل البدع في مؤلفاتهم، ومن ذلك قول البربهاري رحمه الله في عقيدته: إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. ثم قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهو يعني الصوفية، ومن يخلو مع النساء بطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. وبوبا نبطة في الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. فأهل السنة لم يزالوا يحذروا من أهل البدع وعن مجالستهم وعن الأخذ عنهم وعن الإصغاء إليهم وعن اتباع جنائزهم أو عيادة مريضهم، لأنهم يمرضون القلوب، ولأن الجليس يؤثر على جليسه، وجليس الصالح ينضح على جليسه، وجليس السوء ينضح على جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. فحامل المسك إما أن يحريك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت مستفيد على كل حال. كذلك الجليس الصالح إما أن يرغبك في الخير أو يحذرك عن الشر، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما تجد منه ريحة كريهة، فأنت متضرر على كل حال. كذلك جليس السوء إما أن يزهدك في الخير، وإما أن يرغبك في الشر، فأنت متضرر على كل حال. نعم.